magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa labadii maalmood ee u dambeeyay ku sugnaa culimo waaweyn oo ka soo kicitimay dalka Mareykanka oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha jaamacadda Islaamiga ee magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka iyo qaariga caanka ee Sheikh Xasan Saalax. Culimadan ayaa maanta waxa ay booqasho ku tageen xarunta maxadka daraasaadka Islaamiga ee Saylac ee magaalada Buurama, waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay mudiirka maxadka Saylac, macallimiinta iyo ardayda wax ka barata maxadkaasi. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mudiirka maxadka Saylac, Sheikh Xasan Khayr Dirir, wuxuuna yidhi: Bismi wa bismi macad Saylac مدرسين وطلابا نشكر للشيخين الفاضلين العالمين الدكتور وليد المنيسي رئيس جامعة مينيسوتا الإسلامية والشيخ المقرئ حسن صالح، نقول لكما جزاكم الله خيرا. فيسرنا في هذا اليوم العظيم أن يحضر في هذه الجلسة المباركة وأن يقول كلمة أمام الطالبات في معهد زيلع. معهد زيلع أسس في سنة 2008 وعدد الطلاب عدد تقريبي 700 إلى 800 طالب وطالبة، وعدد الطالبات أكثر من عدد الطلاب. هؤلاء البنات يدرسن في الصباح، ومثل هذا العدد يدرس في المساء. عدد الطالبات تقريبا 500 طالبة، وعدد طلاب 300 و400، وتخرج من المعهد 11 دفعة، يعني تخرج قرابة 600 طالب من المعهد. وبعض الطلبة المتخرجين من المعهد يدرسون في الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه. ولقلة الوقت أرحب الشيخين للكلمة، فالوقت ضيق، ونحن نفتخر ويسرنا كثيرا بلقائكم وزيارتكم المباركة، وقد نورتم المدينة نوركم الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. فيقول كلمة موجزة فضيلة الشيخ الدكتور وليد المنيسي، ثم يمتعنا القراءة القارئ المقرئ الشيخ المقرئ الشيخ حسن صالح، فليتفضل. سررت كثيرا وسعدت بزيارة هذا المعهد المبارك الذي اختير له هذا الاسم الكريم، وهو زيلع، اسم تلك المدينة التي شرفت بحضور الصحابة رضي الله عنهم إليها مهاجرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مدينة تخرج منها عدد من الحفاظ والأئمة الفقهاء الكبار على مدى التاريخ الإسلامي. فبإذن الله تعالى هذا الاسم تكون له بركته بإذن الله تعالى، ويتخرج من هذا المعهد علماء وطلاب علم وطالبات علم تنتفع بهم الأمة الإسلامية. ومما يثلج الصدر رؤية هؤلاء الطالبات المحافظات على حشمتهن وحجابهن السابغ، وإقبالهن على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمرأة في الإسلام تنافس الرجل، وفي تاريخ الإسلام نجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت فقيهة رضي الله عنها وأرضاها، يرجع إليها كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في الأثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. عبد العزيز عيقه، وراركا بورما نيوز، بورما.